ذكر الانفجار وعلى ذكر مؤشرات الانفجار والغلق وهذا التضييق وهذا الخنق إلى آخره، هل حددتنا بدقة وكمحامي وكناشط، بعيدا عن كونك من غرداية، يعني من أصول غرداوية، أعتقد أن المدافع عن حقوق الإنسان يجب أن يضع نفسه فوق كل الاعتبارات الثقافية الذاتية الخاصة به إلى آخره، هل ممكن أن تحدثنا بدقة عن الوضع في غرداية، وخاصة بالتحديد عن هذا الكم الهائل من المعتقلين في السجون؟ من هم هؤلاء الذين اعتقلتهم السلطة جراء أحداث غرداية؟ ما هي أصنافهم؟ كيف يعاملون؟ ما هي أوضاعهم؟ خاصة وأننا نعرف اليوم أن عددا كبيرا منهم وعلى رأسهم الدكتور فخار وكذلك نشطاء آخرين وربما مواطنين آخرين في السجن في إضراب عن الطعام منذ اليوم تقريبا، سندخل غدا في اليوم 12 يعني من الإضراب عن الطعام. اليوم فخار كمال الدين عنده 15 يوم إضراب عن الطعام، واليوم كذلك التحق به 11 معتقل تضامنا وقرروا الدخول في إضراب عن الطعام. أولا نوليو للوضع في غردايا. غردايا عرفت اعتداء، أنا أقول جبان، من طرف ممثلي السلطة محليا، وأقول هذا بدون أي تحفظ، بتغطية من السلطات العليا، لأن هناك أوضاعا دقيقة جدا وصلت إلى أعلى مستوى من الدولة، وهناك تصريحات من مسؤولين سامين في الدولة على أنهم يعرفون أشياء خطيرة عما حدث في غردايا، ومع ذلك سكتوا أولا. ثانيا لم يزودوا جهاز القضاء بالمعلومات التي تتوفر لديهم. وهل استدعاهم القضاء رسميا؟ لأن تصريحات، أنا أعتقد أنك تتحدث عن، تشير ربما إلى تصريحات سيد أويحيى، نعم، تشير ربما إلى تصريحات سيد سعداني، نعم، حينما اتهم، نعم، يعني السيد قائد المخابرات الأسبق، نعم، سيد توفيق، يعني نعم. لا، هو أصلا هل استدعاهم القضاء؟ هل استدعى توفيق؟ هل استدعى سعداني؟ هل استدعى أويحيى؟ يعني قبل أن يستدعي القضاء سعداني وتوفيق وأويحيى، يجب أن نعرف أن أويحيى السيد أحمد ويحيى هو وزير دولة، رئيس مدير ديوان، أحد أحزاب الموالية للسلطة والتي تشكل السلطة أصلا، ومدير ديوان رئيس الجمهورية. فلما يصرح السيد أحمد ويحيى ويقول أنه يعرف أن هناك أشخاص تقاضوا 50,000 دينار في اليوم للقيام بأعمال شغب في غردايا، ثم يمتنع من منصبه كمسؤول مركزي وكمسؤول أحد الأحزاب المؤثرة والفاعلة في السلطة من تزويد القضاء، ورئيس حكومة أسبق ووزير عدل أسبق، فلما يمتنع من تزويد القضاء بهذه المعلومات، هذا يعني أن الجهاز المركزي يعلم أشياء خطيرة ويمتنع عن تزويد العدالة. كذلك تصريحات السيد عمار سعداني الذي قال أن الرئيس السابق لجهاز المخابرات هو الذي أثار الفتنة ليس فقط في غردايا، هو قال في غردايا وتوقرت وورقلة وعين صالح، صحيح، يعني كل حرك كل الجنوب، هذا مقال. ونحن نعرف أن الجنوب تحرك في هذه السنتين الأخيرتين بطريقة يعني نشطة جدا، ولكن أيضا تعرض إلى أوضاع خطيرة، ولكن يعني لأسباب موضوعية، نعم. ولكن لما يقول لك رئيس الحزب الذي يحوز على الأغلبية في الغرفتين وعنده أكثر عدد من الحقائب الوزارية، وهو الحزب الذي يرأسه رئيس الجمهورية، تمام، يصرح لك أن الجنرال توفيق وهو القائد السابق لجهاز المخابرات هو الذي كان وراء هذه الأحداث، ثم يقول في النهاية نحن لدينا الشجاعة الكافية للتصريح بهذا، ولا تتحرك الدعوة العمومية، تمام، وهو لا يبلغ جهاز القضاء بطريقة رسمية، تمام، واجب عليه أن يبلغ. ولماذا لم يستدعيه القضاء؟ ثم بعد ذلك لما يطلب الدكتور فخار كمال الدين، نعم، استدعاء توفيق واستدعاء عمار سعداني واستدعاء ويحيى، ويبين أسباب طلبه هذا الاستدعاء،
ثم يطلب استدعاء موظفين آخرين كذلك، ليس فقط هؤلاء الثلاثة، يعني طلب استدعاء الوالي، طلب استدعاء مدير العام للأمن الوطني، طلب استدعاء مدير أمن ولاية غردايا وعدد كبير من الموظفين، وبين في كل طلبته التي كنت أنا وكيلا عنه في إيداعها أمام السيد قاضي التحقيق، بين أسباب طلبه استدعاء هؤلاء الموظفين ولا تستجيب له ولا يستجيب له القضاء. فهذا يعني بكل بساطة أن الجهاز التنفيذي أو السلطة القائمة من أعلى هرمها إلى القاعدة في غردايا على الأقل متواطئة وتعرف ما يحاك ضد غردايا وضد كل مدن الجنوب، وتمتنع عن التدخل، وهي تعرف أسباب هذه المؤامرة الكبرى التي تقع إلى اليوم، التي ذهب ضحيتها أهل غردايا جميعا. نعم سواء بدون استثناء. نعم نحن لا نعرف في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق أي تفرقة بين نعرف المواطن ولا نعرف أي شيء آخر، رغم أننا نسعى للدفاع على الحقوق والخصوصيات لكل مجموعة من المواطنين في الجزائر، وهذا أمر مشروع ومنصوص عليه في الدستور وفي الاتفاقية الدولية إلى آخره، لكن هناك شيء واضح جدا، مؤامرة حيكت على أعلى مستويات الدولة في الجزائر ضد مجموعة من سكان الوطن. احنا وقفنا على خيوطها في غردايا، كشفت وحدها، كشفت نفسها. أستاذ دبوز إن سمحت لي من باب الأمانة الآن والذين يتابعونك الآن، ربما أنت تحدثت عن تصريحات الآخرين والذين قالوا أن هناك في مؤامرات، فيهم دبرت بليل، في كذا كذا، أنت الآن أيضا تتحدث عن مؤامرة، هل جمعتم وثقتم هذه المؤامرة؟ هل بحثتم فيها في خيوطها، في خلفياتها، في أدواتها، حتى لا يظل الكلام أيضا كلاما؟ نعم نعم، المؤامرة موثقة، هناك فيديوهات، هناك تصريحات المسؤولين المركزيين، هناك تصريحات السيد الوالي تاع غردايا اللي يقول أنا الذي أعطي الأوامر للقضاء وأنا الذي أقرر، ثم يقول لا يمكنني أن أتخذ أي قرار إلا إذا استشرت مسؤولية على المستوى المركزي، والمسؤولين تاع والي هو على أقل تقدير وزير الداخلية، ويمكن أن يكون رئيس الحكومة أو يعني الوزير الأول أو حتى رئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية، أو يمكن أن يكون حتى مصالح المخابرات التي نعرف أنها تتحكم في كثير من الأجهزة يعني الإدارية الأمنية والقضاء كذلك. إذن هذه وثائق، يعني تصريحات المسؤولين وثيقة، لفيديو يعني الفيديوهات التي تم التقاطها وبثها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتصريحات الناس المعتقلين. من المعتقلين الآن في غردايا؟ من هم المعتقلين في غردايا؟ أولاً كم الأستاذ دبوس؟ أولاً حقيقة اليوم يعني كم عدد المعتقلين في غردايا رسمياً؟ أنا صنفت المعتقلين إلى على الأقل ثلاث أصناف. هناك صنف ما أسميه أنا المعتقلين بسبب رأيهم. من هم المعتقلين بسبب رأيهم؟ تقنيا هم الأشخاص الذين تم توقيفهم دون أن تكون هناك أي شكوى ضدهم، ودون أن يوقفوا في حال التلبس. من مثل من؟ مثل فخار كمال الدين وجماعته وجمعة 22 اللي وقفوا بعد ذلك، وجماعة اللي تم توقيفهم في 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 القرارة بعد المجزرة التي وقعت في 8 في ليلة ما بين 7 إلى 8 جويلية 2015، ومجموعة بريان اللي على رأسها حجاج نصر الدين وكروشي نور الدين وابن عبد الله عبد الله إلى آخره. هؤلاء كلهم أوقفوا دون أن يكون هناك أي شكوى ضدهم، ودون أن يعني أنت تعتقد يتم توقيفهم في حال التلبس، يعني اعتقلوا لأسباب، في تقديرك أنت اعتقلوا لأسباب سياسية وليس كما يقول البعض أو أطراف في السلطة لأسباب مثلا تورطهم في أحداث عنف؟ لا، هم تم توقيفهم، أنا لا أقول لأسباب سياسية، لأسباب بسبب رأيهم، لأنهم أشخاص عبروا عن رأيهم تجاه أزمة ما تجاه الأوضاع الأمنية في غردايا، ووجهوا أصابع الاتهام بكل وضوح إلى أجهزة الأمن قبل أن يتحدث عمار سعداني، وقبل أن يتحدث ويحيى عما الكلام الذي قالوه هو والي غردايا، الذي جاء بعد تصريحات هؤلاء النشطاء
هم منهم سياسيين ومنهم نشطاء حقوقيين ومنهم أنصارهم فقط. هناك من أوقف لأنه من أنصار هؤلاء النشطاء كما مجموعة فخار كان يصلي معه راه في الحبس فقط، هذا ما كان. ومن هو الصنف الثاني؟ هذا الصنف الأول أصحاب الصنف الرأي. الثاني هناك أشخاص تم تقديم شكوى ولكن ملفقة ضدهم، ومجموعة كبيرة من الموقوفين من هذا الصنف كذلك توجد شكوى ضدهم ولكنها شكوى ملفقة. أذكر هنا مثلا حجاج نصر الدين الرئيس السابق لبلدية بريان، نتذكر جيدا، أذكر الناس المشاهدين الكرام أنه تم تلفيق تهمة بأنه محاولة قتل مع سبق الإسراد وسبق الترصد مع الإصرار وسبق مع سبق الإصرار والترصد ضد السيد حجاج نصر الدين في جونفي 2014، ولكن مع حسن حظه في نفس التاريخ تاع الوقائع السيد حجاج نصر الدين اللي هو إطار في حزب الأرسيدي كان يلقي خطابا هنا في الجزائر العاصمة، ولذلك أطلق سراحه ساعات قليلة بعد ذلك. ولكن هناك بعض العناصر من الأمن صرحوا له بهذه العبارة، قالوا له اليوم راك سلكتها وسلكت لها ولكن المرة الجاية ما راحش تسلك لها وسنحضر لك ملف متكامل. والآن الآن هو موجود في سجن البرواقية وموقوف وفق الإجراءات كما قلت لكم سابقا، يعني لا توجد ضده أي شكوى ولا ولم يتم توقيفه في حالة تلبس، ومع ذلك وجهت له تهم يصل الحكم في بعضها إلى الإعدام. على ذكرك لهذه الحالة ولغيرها، لاحظنا بأن في غرناية هناك اعتقالات لمواطنين، وهناك أيضا اعتقالات لنشطاء معروفين، وهناك أيضا اعتقالات لمناضلين في أحزاب سياسية مثل مثلا تجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الأرسيدي والأف أف أس جبهة القوى الاشتراكية، يعني في حتى الرابطة وحتى الرابطة رابطة حقوق الإنسان. الآن لما تنظر إلى محاضر الشرطة تجد كلمة الرابطة الجزائري للدفاع عن حقوق الإنسان مرادفة للتهمة أكثر من الأحزاب الأخرى. يعني حتى لا نكشف أسرار التحقيق، لما ينتهي التحقيق يمكن أن أتحدث عن هذه الأمور. هل هناك تنسيق مثلا أستاذ دبوز بين القوى السياسية الأحزاب السياسية والحقوقيين والرابطة في مثل هذه المجالات، أم أن الأمور كل واحد على حداية؟ لا تنسيق، هناك عمل ميداني يجري الآن، هناك يعني زملاء أقول يعني في لأني يعني اجتمعت مع محامين آخرين، لا محامين ورجال سياسة مسؤولين سياسيين بحكم أنني كنت في أمثل الرابطة في هيئة التشاور المتابعة، هناك اتصالات تقريبا دورية من بعض المسؤولين في الأحزاب السياسية ويريدون أغلب الناس اللي يتصلوا يحبوا يفهموا الوضع، والوضع يبقى غامضا رغم أننا نسعى بكل ما أوتينا من قوة لشرح الأوضاع لكل الأوبينيون يعني الرأي العام بصفة عامة داخليا أو خارجيا حتى خارجيا، لكن رغم ذلك أشعر أن هناك مجهود كبير جدا يبذل من طرف السلطة لتعكير هذا ولإدخال الشك. يعني مثلا هناك لا أفهم لماذا لما أتحدث على الدكتور فخر كمال الدين لماذا هناك بعض الأشخاص الذين يقولون ويعتقدون أنه مدان مباشرة ويقولون نطالب بمحاكمته محاكمة عادلة عوض أن يقولوا يجب أن تتوقف المتابعات كما كومسيلو كابور حسن بوراس مثلا. أنا لا أعتقد أن حسن بوراس وفخار كمال الدين وسلمان بوحفص وكل النشطاء الآخرين تم اعتقالهم بطريقة صحيحة وتمت متابعتهم بطريقة صحيحة. ألا يذكرك هذا مثلا حتى بطريقة اعتقال الصحفي السجين المرحوم محمد تمال؟ محمد تمال نعم، الطريقة التي اعتقل بها والسجن وكيف أودع للسجن والمحاكمة ثم بعد ذلك السجن والمستشفى وفي الوفاة. يعني محمد تمال طالبنا في بيان للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتسليط الضوء وبلجنة التحقيق في كل المراحل التي بدأت باعتقاله وانتهت بموته الله يرحمه، مرحلة اعتقاله بطريقة غير صحيحة ثم مرحلة التحقيق معه بطريقة غير صحيحة، محاكمته بطريقة غير صحيحة وفق ما صرح به دفاعه، لأن تغيير تكييف التهم في الجلسة ولوك هو في صدد كومباريسيون ديريكت يعني مثول فوري إلى تهم تستدعي التحقيق
دون الامر باجراء تحقيق، هذا امر خطير جدا، ثم محاكمته بتلك الطريقه وقبل ذلك اعتقاله من قبل جهاز يقال انه حل. لا 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 ديرس يعني المخابرات الامن العسكري هو الاصطلاح الرسمي لهذا الجهاز، حتى في لو كود بروسيدور بينال في قانون الجرائم الجزائيه هو الامن العسكري. الامن العسكري عنده صفه الضبطيه القضائيه، ولكن من يامر الامن العسكري باعتقال اشخاص اذا ما كانش وكيل الجمهوريه هو الذي امر؟ واذا كان وكيل الجمهوريه امر الامن العسكري، لماذا لا يامر اجهزه الامن العاديه؟ وما هو السبب؟ ومن الشاكي؟ وكل هذه الأسئلة تبقى أسئلة كبيرة جدا. ثم ماذا حدث في السجن؟ لماذا نقل من سجن الحراش إلى سجن القليعة؟ لماذا هناك أشخاص قريبين جدا من أجهزة الأمن صرحوا أن تم الاعتداء عليه في داخل السجن، وأنه ترك تقريبا في حالة موت كلينيكي ونقل إلى المستشفى؟ ولماذا تم التصريح بوفاته في اليوم العالمي في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان؟ وهل هذا الأمر ليس تخطيطا حتى تكون الإدانة بموته في اليوم العالمي لحقوق الإنسان كأنه نشاط عادي وليس تنديدا بجريمة يعني فضيحة؟ كل هذه الأسئلة تبقى أسئلة كبيرة جدا وتستوجب التحقيق وتستوجب الجواب. وما مصير فخار كمال الدين اليوم في سجن غردقة؟ أنا رأيته منذ أيام والمضربين عن الطعام أيضا. نعم، لماذا أقول فخار كمال الدين؟ لأنه يعني خوفني بزاف، هذا خامس إضراب على الطعام يقوم به يشنه. وهذه المرة قال لي أوصيك باش تخبر 3 أفراد من عائلته باش يتكفلوا بمصالحه بعد وفاته، ويتوقع أنه يمكن أن يموت جراء هذا بجراء هذا الإضراب أو لأسباب أخرى. هو يقول يمكن أن أموت بسبب هذا الإضراب أو بأسباب أخرى. وفي كل مرة كان يقول لي شوف واش صرالتا مالت، ويمكن أن نتعرض كلنا لنفس المصير.